أنس نبيل. اتفضلي. Summation of the events in regard to the Ruben Berkowitz libel, yours sincerely, etc. Okay. أنس نبيل، التليفون عم بيرن. التليفون عم بيرن، يا ريت تردي. تيريرين تيريرين. The phone is ringing. Answer. Oh, I'm sorry. Bring. Bring. Oh. Hello. مكتب المحامي طارق. نعم، مكتب المحامي الأستاذ طارق. أنا متأكد إنه في جواتك شخصية أقوى بكتير من هيك، تقدر تطالع صوت أقوى من اللي سمعته. أنسة نادين، أنت لما جيتي توظفتي هون عندي بالمكتب كان في عندك رغبة إنك تطوري إمكانياتك الفردية، صح؟ نمتي منيح امبارح؟ Hello, this is the office of... Listen, you're a big girl. You can get a much bigger voice out of that tiny throat of yours. Tiny? Miss Holloway, you told me when I hired you that you were used to answering phones. I am. Did you get enough sleep last night? What? Tiririn, tiririn. Telephone number. ألو، مكتب الأستاذ المحامي طارق، كيف بتحب ساعدك اليوم؟ هاي هي الأنسة نادينة اللي بحب شوفها دايماً قدامي وبحب أسمع صوتها. Hello. This is the office of Mr. E. Edward Gray. You see, that's showing a little spunk. After all, I'm not running a mortuary. No. أنسة نادين، سوري، أنت صار عندك صديق؟ بوي فريند يعني؟ شو اسمه صديقك؟ لؤي. 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 لولو. حلو الاسم كتير. Come here. Did you have a date recently? Yes. With whom did you have a date? Peter. Peter. شو بيشتغل؟ رفيقي بالجامعة. طيب انت يعني في هيك صار شي بيناتكم علاقة يعني Basic. Did you have sex? No? I don't know. Auntie,
سكرانة؟ أنا كمان إنسان خجول صدقيني. Are you shy? I'm shy. بس أنت محامي والمحامي شخصيته قوية ما بيخجل. You're not shy. You're a lawyer. أنا عن جد إنسان خجول بس أنا مع مرور الوقت حاولت إني أتجاوز خجلي لحتى أصير محامي ناجح مثل ما أنك شايفة. I'm shy. I overcome my shyness to, in order to get things done. ما بعتقد إنك خجول. I don't think you're shy. أنا حابب أقول لك شيء وأكون صريح، صريح كتير معك. لي، I want to be frank with you. أنا مدرك إني أنا أستاذك وإنك أنت موظفة عندي، بس أنا بدي إياك تكوني حرة، حرة تقدري تناقشي أي شيء معي حتى مشاكلك الخاصة. No, I know I'm your employer and we have a prescribed relationship. But you really should feel free to discuss your problems with me. Oh. أنا بدي نادين القوية اللي جواتف تطلع تتحرر. تعرفي شو بدي اياكي تعملي اليوم؟ بدي اياكي تتركي الشغل بكير وترجعي على البيت لوحدك. يعني ما في داعي ابدا انه الماما توصلك على المكتب وترجع بعدين تاخدك من المكتب على البيت. بدي اياكي تمشي لوحدك وتيو حالك هيك تصفني بنادين، تعملي علاقة قوية ما لحتى تتحرر نادين من جواتك. فهمتي؟ مفهوم أستاذ. You're a big girl, a grown woman. Your mother doesn't need to pick you up every day. I want you to take a nice walk home in the fresh air because you require relief, because you won't be doing that anymore, will you? No, sir. Good.